هنبدأ طبعا كلامنا وهنبدأ الحلقة النهاردة هنقول أو خلينا نتطرق ليه طبعا ملف الأهلي وسيمبا النهاردة في إياب طبعا ربع نهائي دور دوري السوبر الإفريقي، والأهلي هيرتدي الزي التقليدي بتاعه، وهنتكلم كمان كتير عن تصريحات كولر والشناوي، وعايزين كمان نعرف أو نعرف الجماهير اللي رايحة الماتش دي. بقى النقطة اللي تهمني ودي النقطة اللي عجبتني جدا، هيكون في 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة إن شاء الله النهاردة للتبرع بالدم للناس طبعا اللي تحب إن هي تعمل ده لأشقائنا في فلسطين. 6 سيارات هيكونوا موجودين قدام الاستاد، وده بناء على طلب النادي الأهلي لوزارة الصحة. أعتقد برضو كانت يعني حركة محترمة جدا من النادي الأهلي، وعايزة أقول لحضراتكم كمان لما تم الإعلان عن هذا الموضوع يعني ناس كتيرة جدا كانت سعيدة، وناس كتيرة جدا عبرت كمان إن هي عايزة تشارك. فطبعا إن كانت حتى يعني عارف يقول لك إيه دايما، اصل انا هساعد ازاي، في ناس كده تيجي تتكلم بس مش بايدينا حاجه. وفعلا على فكره احنا كاشخاص طبيعيه او يعني مش ما عندناش سلطه، مش في مركز يخول لنا ان احنا نتدخل. انت ما بتفتكر انك ما تقدرش تعمل حاجه، بس المسانده حتى المعنويه، المسانده اللي من هذا الشكل وان كانت حتى بسيطه عند البعض لكن هي بتفرق بشكل كبير جدا لو كلنا قمنا بيها. فاعتقد لمسه محترمه، سيارات التبرع بالدم هتكون موجوده، كده كده الناس اكيد هتكون متواجده يعني من بدري قدام استاد القاهره عشان الحضور وغيره والبوابات زي ما حضراتكم عارفين، لكن نتمنى ان شاء الله يكون في مشاركه كبيره جدا لان اخواتنا هناك واهالينا هناك يستحقوا ده. فيعني كل التوفيق طبعا، وبنشكر مقدما الناس اللي هي هتساعد. الحقيقه اللفته يعني الى جانب كونها لفته جميله، لكن هي لفته متوقعه تماما. صحيح. من النادي الاهلي، لان من امتى كان النادي الاهلي بعيد عن اي قضايا قوميه او حتى عربيه او اقليميه؟ النادي الاهلي كيان محترم جدا، النادي الاهلي بيعبر الى حد بعيد عن مشاعر المصريين كلهم، وزي ما كانت نهاوند بتقول لحضراتكم اللي يقدر يعمل حاجه يساعد من خلالها اكيد ده يتوانى ومش هيتاخر.